وما يتعلق بأداء النادي الأهلي في مباراة الأمس. خلينا نشوف الترند العالمي في النهاردة. يلا. تشيلسي يشكر بيدرو بعد رحيله عن النادي، ده من الحساب الرسمي للبلوز على تويتر. صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك نشرت فيديو لسانشو ينتظر اليوم الأخير الذي منحته إدارة دورتموند لمانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب. حساب دوري أبطال أوروبا نشر فيديو لنيمار ومبابي وعلق موهبتان يحدث السحر عندما يجتمعان، ده حقيقي. حساب جول جلوبال على انستغرام نشر صورة رونالدو وكتب أفضل لاعب في يوفنتوس هذا العام. بايرن ميونخ يكتشف تجسس برشلونة على تدريباته من خلال تويتر. حساب تشيلسي على تويتر قدم الشكر لويليان بأبرز وأفضل إنجازاته مع الفريق. سكاي سبورت على تويتر أكد إقامة مباراة أتلتيكو لايبزيغ في موعدها. حساب مانشستر سيتي على تويتر يحتفل بعيد ميلاد برناردو سيلفا. شبكة ESPN على حسابها نشرت فوصفت ليفاندوفسكي بأنه أفضل لاعب في الأسبوع. أما حساب بليتشر فوتبول على تويتر فنشر خبر موافقة لماتودي للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي. طيب نبتدي بتشيلسي واللي شكر بيدرو بعد رحيله على النادي. بيدرو قعد بعض السنوات في فريق تشيلسي وكان مساهم بشكل او باخر في بعض البطولات، لكن العصر الذهبي بالنسبه لبيدرو كان في برشلونه. اعتقد ان هو على اعتاب خلاص الانتقال لروما الايطالي ان لم يكن خلص كل شيء يعني مع روما الايطالي يعني. صحيفه بليتشر فوتبول على فيسبوك نشرت فيديو لسانشو. سانشو كلام كتير جدا عليه الفتره دي ومفاوضات متقدمه من مانشستر يونايتد مع اداره دورتموند الالماني للحصول على خدمات اللاعب. في الحقيقه هو لاعب مميز جدا وكان متواجد في فريق بي في مانشستر سيتي قبل الانضمام لدورتموند وتالق بشكل كبير جدا في المانيا، فبالتالي سولشير المدير الفني لمانشستر يونايتد مهتم جدا باللاعب وشايف ان هو هيكون اضافه واعتقد ان هو قرب انه ينضم لفريق مانشستر يونايتد.